وليد، انت دايما بتوعد الجمهور وبتتكلم مع الجمهور عن طريق السوشيال ميديا. انا شايف لك صوره النهارده عامل تورته انت كده وبتقول كل سنه وانتم طيبين. دي تورته ايه؟ تورته البطوله العشر. تورته البطوله العشر ولا العيد؟ لا مفيش عيد، العيد ده مفيش تورته. في لحمه. لحمه بس. التورته دي انت بتتفاعل دائما مع الصوره اهي، بتتفاعل دائما مع الجمهور من خلال السوشيال ميديا، ودايما بياخدوا كلامك. ويعني ناس عماله تبعت لي تقول لي قول لي اسال الكابتن وليد، هو وعدنا ان احنا كل البطولات القادمه هتكون داخل النادي الاهلي. لا والدولاب يا كابتن برضو عشان تاخد بالك اللي ورا التورته. ده مهم قوي. كام بطوله؟ ما 23. بص 23 دي حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يخليك يا كابتن. يعني واحده وتعدي وتقرب من سعد. يا رب يعدي يا كابتن. ده نجم مصر ده حبيبي يا سعد، ربنا يكرمك. يعني الناس بتسالني بتقول لي اسال وليد، يعني خلاص كل البطولات اللي جايه على مسؤوليتك؟ اعتبر ان كل البطولات القادمه للنادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن. والله كل حاجه الناس بالمعنى ده اعتقد. ان شاء الله. يعني والله يا كابتن الناس مركزه، والناس عايزه تعمل اقصى ما عندها عشان نحقق بطولات. وزي ما قلت لك احنا موجودين في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيلعب على البطولات ودايما بيفكر في المركز الاول دايما. عشان كده انا دايما احساسي واتعلمت في النادي ان انا طول ما انا موجود وبلعب في النادي لازم ان انا العب على المركز الاول واحقق بطولات. ان شاء الله احنا قدامنا كاس وقدامنا السوبر المصري وقدامنا الدوري. ان شاء الله خلاص صفحه افريقيا اتقفلت زي ما قال لنا كابتن خطيب وكابتن سعيد، وقدامنا ثلاث بطولات ان شاء الله باذن الله نحققهم ان شاء الله كابتن.